دخلت في برايم. كنت ما أتوقع إني أدخل برايم. والفترة اللي بعدها يوم من الأيام كنت ما جاسك متوقع برايم. ما دخلت. تدري حاجة أنت؟ لو إن الصدق فعلا الأسبوع اللي فات إيش اسمه؟ قال إن عبد الرحمن إنه مني الصدق أنا بمتع. إن عبد الرحمن مواظب أكثر منه. أنت تشوفه مواظب مثلا، أنت تشوفه مثلا مواظب. هم عندهم أشياء ثانية، قياسات ثانية. يعني أنا أذكر الفترة اللي أنا مثل ما قلت لك دخلت فيها برايم، عفوا يعني ما دخلت كنت أتوقع أني بدخل، وفترة كنت ملتزم وكل شيء تمام، شوي أنا داخل برايم. ف باقي 5 دقائق على الأذان وقفل التصويت. خمس ساعة خمس وخلص. عدو اليوم مرة اليوم يا شيخ يا الله. بيني وبينك والله حرام اللي بيطلع اليوم، ترى مرة ذبح. ايش رايك نكلم امي نتنازل حن عنه؟ قل دخلهم على 14. وشو؟ قول هذا اللي بيطلع اليوم خلهم على 14 نتنازل، ما في بران ودك يطيعون بس. خيره كل شو سبحان الله كل شخص خيره. سواء طلعت الحين ما طلعت بعد، طلعت بعدين صرت الأول صرت الثالث، لربي كاتبه. بدي بصراحة أحد الدروس اللي استفدتها من هنا إنه الكلام اللي يمشي على غيرك ما يمشي عليك. يعني بعضهم يقول أنت بتوصل للنهائي وأنت ما عندك مركز، كنت بضامن مركز والله ترى تك. طيب ممكن هذا نفسيته ما تتقبل هذا الشيء، هل نفسيته تتقبل هذا الشيء؟ فليش احكم على نفسي في كلمة كنا نسمعها وشو اخر برايم اللي بيطلع فيها ميت؟ طيب يمكن هو طلع بذاك البرايم الاخير ومات. انت في بعض الشباب ما فهمت. تذكر هذاك اليوم لما قلت لك، قلت لي ما اتوقع اني انافس على، قلت لك ما تدري نافس، والله قلت لك نافس. لما هذا اللي صاير اي نافس، ليش ما نافس؟ نافس لان سبحان الله ترى بعض الاوقات فلان اخطا بالاجابه وفلان اخطا بالاجابه، وانت كان تصويتك عالي وجاوبت الاجوبه كلها مثلا، شوي لانت جاي طاير من 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 الثامن طال عمرك الى الاول او الثاني. ماذا لصالحي والله اني رجعت يمكن اسبوعين او اكثر بعد. شو شنو الدراما شو هذا؟ اقول لك ما تدري، هي تتحول في 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 لحظه في لحظه في لحظه. امس انا كنت اسولف مع سعود فهد هنا، اقسم بالله العظيم يعني المفروض اللي من يعني جالس يقول المفروض انه اللي منكم متحطم او شيء ياخذها عبره من، يقول في ناس كانوا خلاص ضامنين المركز الاول، هم كذا باعتقاده انفسهم انه الاول ما اخذوا ولا مركز يا الله، وناس جايين لك من الاخير قبل الاخير الى الاول مباشره. اصلا وصولك للنهايه بالنسبه لي انا وصولي للنهايه اكبر تحدي. وان شاء الله انك توصل الى اكثر من كذا باذن الله. انا طموحي لو بس كلنا بشكل عام رضانا نحن وصلنا الى النهايه، للنهائيات، عرفت كيف؟ يعني ترى مو شيء بسيط، 100 يوم قاعد هنا يعني تحت ضغط نفسي تحت مدري ايش تحت على الهواء كم ساعه؟ 1600 اكثر من 1600 ساعه.
اللهم لك الحمد. بس والله ان هالبرنامج هذا اجازه. اي والله. ايش؟ اقول اجازه. والله انك تتعلم فيها اكثر من اي شيء. ها؟ دروس. ما اجازه دروس. اقصد اجازه عن ضغط الحياه اللي برا. اي والله. جوالات. هذا عز الله مخنا راح فيه والله راح فيه. حتى من الاشياء اللي تشتت ذهنك برا تحت من كل شيء. برد يا اخي شو؟ والله برد انتبه. لا طبعا انت بس مشهد في غدا مليان. ها؟ مليان. شو بدك غدا؟ مدح ذي حلو صح؟ حلو والله. كأني شفتك اشبع. فهمت؟ الله يجزاك خير يا جيك. مجيد اذا تبغى الدجاج ترى فيه هنا جديد. ها؟ انت اتكلم في لهجه معينه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يا مجيد مرحبا. مستحيل اضبطها نفس يا مجيد. مجيد بوزا ان شاء الله انت اللي خرجنا. من جنو. شوف شو جروحه. ليش؟ شوف شوف في كل مكان. ليش؟ من شغل التنور. بيني بينك ترى جلودنا صارتنا. تدري الجرح هذا من متى؟ متى؟ من أول البرنامج. إيه ما تلتم سرعة. عليكم السلام. سلام. تجيني كرة من طير تزعل تدري؟ اسمع 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 يلا يلا بدينا بدينا. يلا بدينا ابد ما دارت عند ربك الهواء معك. اعطي المكان اللي عندك عشان اعلمك الهواء معي ولا لا؟ والله بس المس لمس بس. كيف ارسال؟ واحد صفر. واحد واحد للجميع. هي واحدة. هدف الخوض. 2-1. 2-1 لك. اثنين اثنين. عندي ارسال صح؟ يلا ها مو برسال ترى مو برسال.
لا مو على كيفك. مو برسالة. طيب خلاص مو على كيفك. زدت هلا صالح موجود في القرية. امزح امزح. اي دخل داخل دخل داخل. اثنين اثنين. سام. وين؟ ثلاثة اثنين. والله ما ادري اخوك. خشب. هي. لا ما لك روح اخوك. انت وش اللي هديتني شلونها؟ هذا شو اسمه خشب خفيف مو مثل ذا. هجم هيدي. ثلاثة اثنين. اللي لقيت ما حد العمال وانا فاقد اصاتي. هذا العمال هذه واحد من الشباب. ما ادري من هو. التقاط توم محب زي كذا. انا عصاي فقدتها عشان كذا لقيتها قلت خلني اشوف اتاكد. طه ثلاث اثنين. اه ثلاث اثنين لمين؟ لي. هذا مو هدف؟ اسالك هذا مو هدف؟ لا مو بهدف هدف لي. استغفر ربك والله جت في الطاوله. ما لمست الطاوله المعلومه. والله لمست الطاوله. والله. ثلاث اثنين. عندي رسالة؟ اوك. أربعة اثنين يس أربعة اثنين يا الحبيبة اللي طوارية أربعة ثلاثة أربعة أربعة خمسة أربعة أربعة ثلاثة خمسة أربعة خمسة أربعة عليك خمسة لي أربعة أربعة تو الحين خمسة أربعة يلا خمسة خمسة الله الهوى خمسة خمسة الله حظك وش هي؟ خمسة أقول حظك غير تزاهم الأبيض ستة خمسة ستة الله خير سوى قهوة الله يغني بيض وجهه بيض وجهك يا جماعة ايش دعوة؟ همنا كلنا يا حبيبك ما جاء أحد من عياله؟ من العيال؟ عنده إبراهيم ما جاء شكرا الله ونعم الله عليكم تعال جد الله عليكم عوافي يا غالي ما زيد رز عيال تاكل الان؟ ايه ما في غير ابيض للاسف لا 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 بود عندنا ربع. كان عندك ربع جبه. الشباب متى يجوا يوم الاثنين؟ بكره يوم الاحد. بكره؟ بكره كم دفع؟ عز الله الليلة تخرج دخوس وعبغ اللي سرار الأداء خلي بجير بيجيب نقلة اللي هي نقلتك اللي سويتها بس بصبة كامل مثلا اللي سرى ليلة الجمعة ولا نحن عز الله الليلة فراقه دروس وعبر يلي زار ليلة روح شوي انا خلاص حصلت واحد ان شاء الله تعالى الناضج مجيد ان شاء الله يلي زار ليلة
الجمعة. تعال تعال باقي في شيء. نروح أدفن. توك باقي ترى باقي 17 دقيقة الحين. خل بعض الناس جاي بيسرق الأجر. وبدلًا. مجيد. سب لي برد. سب بس. ابتسامتك ما توحي إنك تبي تطلب برد. تبي تبي تبشرني بشيء. تعال وقول شيء. أبشرك. أنت من إبراهيم هذا ما عليك خطر. أنت تقول أبشرك بشيء. اللي سارى ليلة الجم عوالا ولا عز الله الليلة فراقة لا فراقوا فراقوا دخوس عبر تعال 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 يا بيفصل هالولد اللي سارى ليلة الجم عوالا ولا عز الله ليلة فراقة دروس وعبر اللي سرى ليلة الجم عهو على ولا عز الله الليلة فراقه فراقه هو السعودي هنا لا علي فراقه دروس وعبر اسمعني ايوه ايه ترى برد تلبس والله برد لا طب انت وين تلبس انا رايح انا بلبس شفت اغلق ناوي بكره ابش نعم كفو طب ليش ما تخلي تدشين بسيط جدا بسيط لدرجه انك ما بتقول لي معقوله لهالدرجه هل في داعم هنا في ان شاء الله تدعم الناضج يا والله العظيم لو انك ما قلت للناضج اقول خلي التدشين هنا 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 داخل المطعم هنا 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 فهمت الفكره المختلفه احسن من الفكره المميزه انا عندي بخبرك كيف الطريقه طريقه طال عمرك خبره بعدين لا كم باقي كم باقي باقي 10 دقائق 10 دقائق على الاذان يبي يروح يدن عند الاذان لا لا عادي عادي تيك يور تايم يعني باقي 10 دقائق عادي ما يحرق شيء كانت النيه ان اكون في المسطح هذا الخضر اي كانت النيه ان اكون في المسطحات الخضر امام شبه نار وجنب الشباب واسرد لهم القصه اغرمرهم ايه احكي لهم واقول لهم استشعروا بس الكاميرا هذيك استشعر الوضع اسرد هيك قصه بدون اي ادوات الشباب جالسين فقط اذا الناضج حابين انها تكون هنا كاني اسرد هالقصه هم كحكواتي وانت الصادق نجيب لك هنا كرسي شفت هذه نشيلها كلها حلو ونجيب لك كرسي فخم ونحط بجنبه زي العرش الأمين